السلام عليكم، رحبا بكم معايا في فيديو جديد، حصه جديده. ان شاء الله اليوم غادي نديرو تتمه ديال الكتاب ديال المرشد في النشاط العلمي دائما ديال السنه الرابعه من التعليم الابتدائي. وصلنا للصفحه 53 و54، دائما العنوان ديال الطاقه والانتشار الحراري اللي هو تابع للدرس اللي كان قبل من هذا. بالنسبه اللي تيقلب على الدرس اللي قبل من هذا او الصفحات اللي قبل من هذا، راه كاينين تقريبا من قبل واحد زوج تاع لي فيديو ولا ثلاثه. اذا نكملوا على بركه الله ولا نبداو بعدا؟ مازال ما بدينا باش نكملوا. يلا نبداو على بركه الله. دائما بالنسبه للنشاط العلمي تنبداو بواحد الوضعيه ديال الانطلاق، ومنها غادي نديروا اتساءل وافترض. اذا ساقرا: هيأت امي رضاعه الحليب البارد لاخي الصغير، ثم وضعتها في إناء به ماء ساخن وهي تمسكه من مقبضه الخشبي، فتساءلت. إذا الأم أخذت الرضاعة ووضعتها، أولا الرضاعة فيها حليب بارد، صوبة الحليب ودرته في الرضاعة، ومن بعد وضعته في إناء مثلا في واحد الكاسرونة ولا شي جميلة وفيها ماء ساخن. هذا الماء اللي كاين هنا في هذا الإناء فهو ماء ساخن. ثم أمسكت هذا الإناء من مقبضه الخشبي. إذا هنا بالنسبة لأتساءل ممكن نطرحوا أسئلة كالتالي: أولا، لماذا وضعت الأم الرضاعة في الماء الساخن؟ ولماذا تمسك الأم الإناء من مقبضه الخشبي؟ إذا هذو هما جوج أسئلة مرتبطين بهذه الوضعية. لماذا، علاش وضعت هاد الرضاعة اللي فيها حليب بارد وضعتها في إناء به ماء ساخن؟ ثم لماذا تمسك الأم الإناء من مقبضه الخشبي؟ افترض، نجيو الفرضيات. كما تنقول لكم ديما، فرضيات يقدر يكونوا صحاح يقدر يكونوا غلط، ما تقلبوش على الجواب الصحيح. اذا الفرضيه الاولى: ربما وضعت الام الحليب في الماء الساخن لكي يسخن. ربما وضعت هذا الحليب البارد في الماء الساخن باش يسخن الحليب، يسخن. وهنا ربما تمسك الام الاناء من مقبض الخشبي لكي لا تحترق، باش ما تحرقش الا قصت الاناء من هنايا. ندوزو اتحقق عندي تجربه. اولا ديال التبادل الحراري: احضر كاسا واحد، ها هو الكاس واحد، به ماء ساخن واقيس درجه حرارته، ثم احضر كاسا اثنان، ها هي، به ماء بارد واقيس درجه حرارته ايضا. اضع الكاس اثنان بمحتواه في الكاس واحد واتابع تغيرات درجه حراره الماء في الكاس واحد وفي الكأس اثنان، ثم أسجل التغيرات التي طرأت على درجة حرارة الماء في الكأس وعلى درجة حرارة الماء في الكأس اثنان كل دقيقتين. أنا عاود نشرح لكم التجربة. عندي هنايا كأس فيها ماء ساخن، هاهي، وكأس فيها ماء بارد. هذه الكأس هذه فيها ماء سخون وهذه فيها ماء بارد. غنهزو هاد الكاس هاد اللي فيها ماء بارد وغنديروها وسط هاد الكاس اللي فيها الماء السخون، هاهي، شتو؟ وغادي ندير المحرار وغنبدا نقيس. في الأول بطبيعة الحال هاد درجة الحرارة ديالو غتكون مرتفعة، وهذا غتكون درجة الحرارة ديالو منخفضة لأنه هذا بارد وهذا سخون. وغنبقى نتبع كل دقيقتين غنشوف كيفاش وصلت درجة الحرارة ديال كل واحد فيهم. هنايا ملي غادي ندير الكاس اللي فيها الماء بارد نديرها في الكاس اللي فيها الماء سخون، وبدا نتبع الحراره. هاني وضعت المحرار هنايا والمحرار هنا، المحرار هو اللي كنقيس به درجه الحراره ونشوف. اذا في البدايه كانت الكاس واحد، يعني الماء السخون كانت درجه ديال الحراره ديالو 15 درجه مثلا. انا غير كمثال، هذا الشيء ماشي، انا غير كندير لكم مثال باش تفهموا. في الاول في البدايه هذا كان 15 درجه، يعني كان سخون، وهذا كان 0 درجه، ها هو شفتوه كان بارد. دازو واحد زوج دقائق دقيقتين ومشيت عاوتاني عبرت درت قياس الحراره. الماء الساخن شنو لاحظت؟ كان 15 ورجع 10، نقصت الحراره ديالو. بينما الكاس اثنان شنو وقع؟ الكاس اثنان زادت شي شويه الحراره ديالو ولات 3. بعد زوج ديال الدقائق داز عاوتاني واحد زوج ديال الدقائق وعاوتاني عبرت هذا وعبرت هذا، لقيت انه الكاس واحد ولات 7 درجة، والكأس زوج ولات 7 درجة. من بعد 6 دقائق صافي بقات هذه في 7 وهذه في 7. شنو كنلاحظ؟ كما قلت لكم راه هادو غير انا خديتهم غير هكا عشوائيا اعتباطيا، ولكن المهم والفكرة شنو هي؟ هي انه
هذا اللي كان فيه ما سخون رجع 7، بدات يبرد، تتنقص كتنقص كتنقص حتى ولات 7، وهذا اللي كان فيه ما بارد بدات كتزاد الحراره ديالو حتى هي ولات 7. من فين جا هذا الشيء؟ هنا كنهضروا على التبادل الحراري. ما معنى التبادل الحراري؟ هو ان هذا الماء السخون بدا تعطي في الماء، تعطي في درجه الحراره لهذا اللي بارد حتى تقادوا، حتى ولو كيف كيف درجه الحراره. كتقيس هذا وكتقيس هذا، كتلقاهم بزوج بهم عندهم نفس درجه الحراره. مثلا انا مثلا استقريت في 7 درجه ديال الحراره، مفهوم؟ الفكره هنا هي التبادل الحراري. شنو هي؟ هي ان الجسم الساخن كيعطي الحراره للجسم البارد، وكبقاو يعطي حتى كيتقادوا، حتى كيوليو عندهم نفس درجه الحراره. هذا هو هذه هي الهدف او النتيجه ديال هذه التجربه. الا بغيتوا تاكدوا راه غتاكدوا، تاخذوا واحد الكاس فيه ماء سخون شويه، واحد ديروا فيه ماء بارد، وغتهزوا داك الكاس اللي فيه الماء بارد وتوضعوها في الكاس اللي فيها الماء السخون، وغتسناو واحد شويه، وغتلقاو انهم ولا عندهم كيف كيف، ولات عندهم نفس درجه الحراره. علاش؟ لانه هذاك اللي بارد بدا يسخن، بدا يجيب الحراره من هذاك اللي سخون. كما تدير الام اللي دارت الحليب في الرضاعه وبارد ودارته في الماء السخون واحد شويه، غادي نحسوا بانه راه داك الحليب راه بدا يسخن، وهذاك الماء بحال بدات كتنقص الحراره ديالو، بدا يبرد شي شويه، وغتلقاو عندهم نفس درجه الحراره اللي في الحليب واللي في الماء، تيوليو كيف كيف، يعني كبدا تبادل، تعطي تعطي في الحراره، تيوليو قد بقد. ندوزو للتجربه الثانيه. اغمروا في الوقت نفسه جزءا من قضيب نحاسي وجزءا من قضيب خشبي في كأس به ماء ساخن درجة حرارته 70 درجة، ثم بعد مرور بضعة دقائق أمسكوا بيدي القضيب النحاسي والقضيب الخشبي وأسجل ملاحظاتي. إذا عندي واحد الكاس فيها ماء سخون، ماء سخون مزيان ديال 70 درجة، وغنوضع فيها واحد الحديدة، والأخرى غنوضع فيها عود خشبة، واحد القضيب ديال الخشب، غنوضع فيها واحد الخشبة ونوضع فيها واحد الحديدة، ومن بعد واحد شويه غنحاول نقيسهم بزوج. اش غادي نلاحظوا؟ شكون فيهم غتسخن؟ شكون فيهم اللي غادي تسخن؟ اذا ديال النحاس، هذه ديال النحاس اولا ديال الحديد، غنلقاو انها سخنات، ما نقدر كاع نقيسها، الا سخنات بزاف ما نقدرش نقيسها. بينما هذه ديال الخشب ما غاديش تسخن، ممكن انني نهزها بيديا، راه عليها كنديروا المواعين، يديهم كنديروهم من البلاستيك ولا من الخشب، لانهم هما ما تيسخنوش دغيا. اذا ماذا الاحظ؟ الاحظ ان القضيب النحاسي لا استطيع ان امسكه لانه اصبح ساخنا، يعني هذاك القضيب النحاسي او ديال الحديد ما يمكنش لي نقيسه، لا يمكنني او لا استطيع ان امسكه جيدا لانه اصبح ساخنا. بينما القضيب الخشبي، بينما هذه ديال العود ممكن انني نشدها لانه لم يسخن، او حتى الا كان سخن يكون سخن شويه، هذا لا سخن اصلا. اذا هادو هما الاستنتاجات او الملاحظات ديال التجارب. ندوزو للملخص. اذا تنتقل، ماذا استخلص من هذه التجارب؟ تنتقل الحراره من الجسم الساخن الى الجسم البارد، ويسمى ذلك بالتبادل الحراري. اذا الحراره، إذا عندي جوج أو زوج ديال الأجسام، واحد سخون واحد بارد، ووضعت واحد في واحد، راه داك اللي سخون تيعطي الحرارة لهذاك اللي بارد، الجسم البارد، كتسمى هذه الظاهرة بالتبادل الحراري، ليشانج تيرميك، التبادل الحراري. وتوجد مواد موصلة للحرارة بشكل جيد مثل الحديد والنحاس مثلا. الحديد والنحاس هادو موصلات جيده، راه الا رجعتوا للدروس الاولين درنا الموصلات ديال الحراره، درنا لهم امثله، من بينهم الحديد والنحاس، وتسمى موصلات حراريه، اي انها توصل الحراره، اي لي كونديكتور دو شالور، موصلات حراريه كتوصل الحراره مزيان بشكل جيد. وتوجد موصلات للحراره بشكل رديء مثل الخشب واللدائن، مثلا بحال البلاستيك ولا العجينه، هادو تيوصلوا الحراره ولكن شويه، شحال الخشبه مثلا او المقبط مثلا ديال الكاسرونيه، الا كان ديال العود، الا بقات بزاف الكاسرونيه على العافيه تيسخن داك المقبط العود، ولكن تيسخن غير شي شويه، كنقدر نشدو بيدي. اذا فهو موصل رديء، يعني ثقيل باش يوصل الحراره، وتسمى عوازل حراريه، ليزي زولون تيرميك، عوازل حرارية، أي أنها تعزل الحرارة، لا توصل الحرارة بشكل جيد، وعليها كنديروها في المقابض ديال الأواني.
ده كان هذا هو الملخص. أندوزو دابا للتمارين اللي عندي. أضع علامة أمام العبارات الصحيحة. العبارات الصحيحة هي اللي نديرو قدامها علامة. إذا تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن، نعم أم لا؟ من الجسم الساخن إلى الجسم البارد، نعم أم لا؟ من الموصلات الحرارية بالتدرج، في الموصلات الحرارية بالتدرج، وفي العوازل الحرارية. يعني فين كتنتقل الحرارة؟ قلنا تتنتقل الحرارة في جوج حوايج في الملخص، يلا قلناهم في التجارب. كينتقلوا من الجسم الساخن إلى الجسم البارد، وكينتقلوا في الموصلات الحرارية. أما العوازل الحرارية فلا تنتقل فيها. إذن بالنسبة لهذه خطأ، من الجسم البارد إلى الجسم الساخن لا خطأ، لأنه أصلا الجسم البارد ما فيش درجة حرارة مرتفعة، هو الناس بغى حرارة تجي من شي جسم ساخن، بينما هذه صحيحة، من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. ثم عندنا في الموصلات الحرارية بالتدرج، نعم مثلا كما درنا في التجربة ديال داك القضيب ديال الحديد أو ديال النحاس، فهو تيوصلنا الحرارة بالشوية حتى كيسخن مزيان، بينما في العوازل الحرارية لا، ما تتوصلش لنا الحرارة ولا تنتقل الحرارة. ثانيا جو سيت دو كور كونديكتور دو شالور اي دو كور ايزولون تيرميك. يعني كور كونديكتور دو شالور، يعني هادو موصلات، غادي نذكرو جوج اجسام موصله للحراره من الاختيار ديالنا، وغادي نذكرو هنايا زوج ديال الاجسام عازله للحراره. مثلا انا درت لكم ثلاثه كاع بحال الفير الحديد الكويفر النحاس اور الذهب، هادو كلهم موصلات حراره، بينما بوا والبلاستيك الخشب والبلاستيك فهي عازله للحراره. ثالثا اجيب اغمر قضيبا من الحديد درجه حرارته 70 درجه في كاس به ماء درجه حرارته 20 درجة حرارة سيليسيوس، هذه 20 درجة سيليسيوس، 20 درجة 70 درجة. إذا غناخد واحد القضيب من الحديد سخون درجة حرارته 20 70، وماء غناخد واحد الكاس ديال الماء وغادي ندير فيه ماء درجة الحرارة ديالو 20، يعني أقل من هذا. شكون اللي سخون بزاف؟ هنا القضيب هو اللي سخون، هو اللي فيه اللي درجة الحرارة ديالو 70، بينما الماء درجة الحرارة ديالو غير 20. صافي، نشدو هذاك القضيب درجة حرارته 70 درجة حرارة، يعني واحد الحديدة، وغادي نديروها في واحد الكاس ديال الماء بارد شوية. ماذا سيحدث للماء؟ إذا سوف تزداد درجة حرارة الماء. إلا شدينا هاد الحديدة هادي هي سخونة 70 درجة، وضعناها في واحد الماء اللي شوية بارد 20 درجة، الماء غتزاد الحرارة ديالو. وحدد الجسم الذي سيفقد حرارة والجسم الذي سيكتسب حرارة. إذا الماء سيكتسب الحرارة، يعني غادي تزاد درجة الحرارة ديالو، بينما القضيب ديال الحديد سيفقد الحرارة، غيبدا يبرد شي شوية. علاش؟ لأنه ديك درجة الحرارة ديالو تقاسمها مع الماء أو عطاها الماء. اذا بحال شدينا مثلا شي حديده سخونه ودرناها في واحد الكاس فيه الماء عادي الروبيني، اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان داك الماء بدا تيسخن وان القضيب بدا تيبرد شي شويه، مفهوم؟ نتمنى انه يكون دوزتوا حصه مزيانه وزوينه معايا واستفدتوا، ونتلاقاو ان شاء الله في حصه جديده. الى اللقاء.